ترى ما الدنيا عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كم تساوي من الدراهم والدنانير والقيمة والسيمة؟ الدنيا دي وزنها قد ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيزن الدنيا والنبي عليه الصلاة والسلام بيزن الدنيا، وهنعرف حالا ان الدنيا يعني عايز اقول كلمة صعبة شوية، ما تساويش حاجة. الله، ما تساويش حاجة. تخيل، يبقى احنا يا مقطعين نفسنا عليها يا عاملين عمايل مش ظريفة. ربنا سبحانه وتعالى لم يضع للدنيا قيمة، والدليل أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم شبه الدنيا بأنها حاجة عابر سبيل استظل بظل شجرة قام وتركها، ده كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ما قالش الدنيا شآنق ومآنق والدنيا شو 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 شويات، لا، مثلي والدنيا كمثل راكب رأى شجرة فاستظل تحتها ثم قام وتركها. وبعدين قال عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. احنا متبتين فيها تدبيتة كأن احنا مش هنموت أبدا، وكأن احنا مش هنسيبها أبدا، وده غلط طبعا، ده غلط طبعا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا كل من عليها فان، وبيقول لنا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فإذا احنا محتاجين نفهم حقيقة الدنيا عند ربنا سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. حقيقة الدنيا عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شجرة استظل بها مسافر ساعة من زمان ثم قام وتركها. احنا انا شفت ناس وحضرتك وشفت ناس متبتين فيها، يعني خلينا اتكلم براحتي كده عشان احس انكم بتفهموا، يعني متبتين فيها، يعني القرآن والسنة بيقولوا انها ريحة، واحنا عندنا مغرومون ببقائها. وقد قال الله تعالى لنا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وآخر سورة لقمان فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يعني إبليس، ولا تغرنكم الحياة الدنيا يعني اوعى تغتر بالحياة الدنيا لأنها هتمشي قبلك أو بعدك، أنت زائل وهي زائلة. مش دي حقيقة باين ولا ايه؟ ولا احنا بنخوف الناس؟ إيه، مش دي حقيقة؟ حقيقة. وبعدين ربنا قال إن هؤلاء يحبون العاجلة، العاجلة اللي هي الدنيا يعني، ويذرون، نعم،
ويذرون وراءهم يوما ثقيلا.